سؤال بيقول سيدة حامل في الشهور الأولى وعند عمل أشعة تلفزيونية وجد بالجنين تشوهات تعوق بعد ولادته، هل إسقاط الجنين إجهاضه في هذه الحالة خطيئة أو قتل نفس؟ وما رأي الكنيسة؟ أفتكر السؤال ده بالذات على ما أظن سئلته في مجلة المصور اللي صدرت وجاوبت عليه. مش من حقنا أبدا أن احنا نقتل نفس، لا من حقنا أن نقتل نفسا مهما كانت مشوهة، ولا أن نقتل أنفسنا. فإسقاط الجنين عبارة عن جريمة قتل. أما كون إن هو مشوه، فهل نحن نستطيع أن نقتل كل المشوهين في العالم؟ مش من حقنا. مشوه يعيش، لكن إحنا نتصرف في أرواح الناس ونقتل المشوهين؟ ثم العالم مليان مشوهين، هل نقتلهم كلهم؟ أما حكاية إنها في الشهر في الشهور الأولى، ده حتى لو كانت حامل في يوم واحد، مش في الشهور الأولى، حامل في يوم واحد، ليس من حقنا إن احنا نصرح لها بقتل الجنين. انا فاكر ان انا اديت عقوبات كنسية لناس لستات اسقطوا الجنين بتاعهم كجريمة قتل زي اي قاتل في الدنيا.